تابعنا كلمة للرئيس العراقي برهم صالح بعد كل الأحداث التي شهدها العراق منذ يوم الأمس، وأناقش هذه الكلمة مع ضيفنا من بغداد أستاذ العلاقات الدولية دكتور صالح الشذر. دكتور صالح أهلا وسهلا بك، يعني كلمة شاملة استمعنا إليها، بداية أبرز ما استوقفك في كلمة الرئيس برهم صالح، وأيضا كيف يمكن أن تكون انعكاساتها على جميع الأفراد الأفرقاء السياسيين، خاصة وأنه تحدث وشدد على الحوار للخروج من هذه الأزمة الذي اعتبر أنها لم تنتهي حتى مع خروج المتظاهرين من الشارع؟ نعم، أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد استمعنا يعني حقيقة وصغينا إلى خطاب الرئيس العراقي برهم صالح، وكان حقيقة كانت ديباجة سياسية فيها نوع من الدبلوماسية العالية، وهو حقيقة خطاب وطني اتضح من خلاله أن هنالك نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هو تجديده على موضوعة الحوار، وأنه لا مخرج بدون الحوار، هذا الجانب الأول. وأيضا هو حقيقة يثني على ما طرحه السيد رئيس مجلس الوزراء سابقا، وبالتالي إذن هو الحوار الطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي ما زالت قائمة، هذا جانب. الجانب الآخر أكد على التلاحم حقيقة ودور السيد مقتدى الصدر في وأد الفتنة الكبيرة التي من الممكن كانت أن تحصل بالبلاد، وحقيقة حتى بعلاقاته الإقليمية، وبالتالي أيضا كانت حقيقة وقفة وإيثار كبير من قبل السيد مقتدى الصدر. نتمنى أن على باقي الفرقاء السياسيين ومنهم أيضا الرئيس أن يحذو حذوه، وأن يقولوا حقيقة نتمنى أن يكون العراق على أفضل، وأن يتقدموا استقالاتهم على أقلها في الإعلام فقط حتى حقيقة يكسبوا الشارع. هذا لم يحصل من قبل السياسيين العراقيين للأسف. أيضا كان الخطاب حقيقة موجه إلى جانب حقيقة الغبن الذي يحصل للإقليم في الجانب الاقتصادي، ولا أعتقد هذا الموضوع هو فيه نوع من الحقيقة، باعتبار الإقليم يأخذ الحصة كاملة طيلة السنوات السابقة ولم يؤدي واجباته من مستحقات النفط إلى الحكومة الاتحادية، وهذا متعارف أيضا. يعني الجانب الآخر والمهم جدا هو قال يجب أن تتواصل الكتل السياسية لا سيما قوى الإطار مع سماحة السيد مقتدى الصدر. نعم أنا أوافقه والرأي على هذا الموضوع، باعتبار المخرج الوحيد حقيقة للخروج من الأزمة الحالية التي ما زالت قائمة هي بالتواصل الدبلوماسي، والتواصل حقيقة عن طريق الوصول إلى السيد مقتدى الصدر، سواء كان حقيقة حاضرا في الجانب التشريعي أو لم يكن حاضرا، باعتبار أنه قدمت استقالة من قبل اللجنة، قبل أعضاء برلمانه، وأيضا هو قال أنا مستقيل عن العمل السياسي، ولكن مع ذلك هو رمز وكاريزما كبيرة التأثير في العراق وحقيقة في المنطقة، وعلى الجميع حقيقة أن تكون هناك خطوات إيجابية نحو الوصول للسيد مقتدى الصدر، نوع من الإرضاء ونوع من حقيقة المباركة لي الخطوات القادمة. وأتمنى أن تكون الخطوات القادمة هي حل البرلمان، باعتبار هنالك دماء سقطت من أجل هذا الموضوع، وأعتقد أن الدماء هي أزكى وأشرف وأعلى وأرقى وأنقى من المناصب التي حقيقة ما زالت البعض السياسيين العراقيين متمسكين بها، وهي هذا إلى أيضا زوال ما تطرق إليه الرئيس برهم صالح دكتور، وهو قال أنه انتخابات مبكرة، ولكن أشار أيضا إلى نقطة مهمة، إلى تعديلات دستورية وإلى تغيير جوهري، لأنه كل ما شاهدناه في السنوات الماضية هو الذي أوصل العراق والعراقيين اليوم إلى هذه الحال. وبالتالي هل نتوقع غدا أي قرار أو أي مفاجأة من المحكمة الاتحادية؟ هل نتوقع أن الأحداث بالأمس واليوم يمكن أن تدفع بالفرقاء السياسيين إلى تقديم تنازلات؟ يعني هم رفضوا تقديمها منذ الانتخابات الماضية في أكتوبر الماضي. نعم، أشكرك سيد، سؤال مهم جدا. أولا هو فيه شقين من الإجابة. الإجابة الأولى ماذا ننتظر من المحكمة الاتحادية؟ أعتقد أن المحكمة الاتحادية هي أدرى يعني من غيرها، باعتبارهم الفقهاء في القانون الدولي، وأعتقد يحتاجون إلى فقط
سؤال الفقهاء القانون الدستوري في هذا الموضوع، باعتبار أن الدستور خرق لأكثر من مرة، وأعتقد أن المحكمة الاتحادية من الممكن أن تعيد الأمور إلى نصابها إذا حقيقة قضت بأن تكون بإلغاء حقيقة بأن تكون لك انتخابات مبكرة وإلغاء هذه الانتخابات وإخذاء وحل قصدي مجلس النواب الحالي، باعتبار هنالك دماء سقطت وهنالك حقيقة أزمة سياسية كبيرة. إذا ما كان قرارا إيجابيا ستكون حقيقة أعادة العراق إلى بوصلة وإلى جادة الطريق الصحيح، وإذا كان العكس تماما لا، سنذهب باتجاه حقيقة انحرافات جديدة، وسيتمسك قوى الإطار وباقي القوى الأخرى. القوى احنا لا نتحدث عن قوى الإطار فقط، لا، هناك قوى سنية وهناك قوى كردية أيضا هي متشبثة بالكراسي والسلطة، ولكن عندما نقول قوى الإطار باعتبارها الأكثرية أو الأغلبية التي من الممكن أن تشكل الحكومة. لذلك نتمنى من المحكمة الاتحادية أن تعيد العراق إلى خارطة الطريق الجديدة، وبالتالي نذهب باتجاه انتخابات مبكرة حتى حقيقة هو نوع من تهدئة الشارع وإرضاء لبعض حقيقة لهذه الدماء التي سقطت، باعتبار أنها حقيقة لم تذهب سدى وإنما فعلت من أجل العراق. أيضا أنا أثني على كلام السيد الرئيس مثل ما تفضلتي حضرتك أنه هناك يجب أن تكون هناك تعديلات دستورية. ست حضرتك تعلمين جيدا ومتابعة وإعلامية جيدة أنه الدستور في العراق يعني كتب على عجالة وفي عهد وجود احتلال، وبالتالي فيه ثغرات كبيرة، باعتبار أنه هنالك حقيقة من اللي يحتبر من الدساتير الجامدة ويحتاج إلى تعديل، وحتى التعديل يحتاج إلى حقا موافقات كبيرة جدا، بالتالي نحتاج إلى تعديل بعض فقرات الدستورية حتى نمضي بأمان وتمضي العملية الديمقراطية بأمان إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بغداد أستاذ العلاقات الدولية دكتور صالح شذر، شكرا جزيلا لك.